وسهلا بيك سي معز. مرحبا بيك ومرحبا بكل المستمعات والمتابعين اكسبريس اف ام. يعيشك يا سيدي. الوغ اليوم لو كان ناخذوا الظاهره هذه في العموم وفي المطلق، الاطفال اللي موجودين، هل هنالك بعض الدراسات نجم نقولوا احصائيات لعدد هؤلاء الاطفال الموجودين في الشوارع، وخاصه وان الظاهره هذه دوما نقولوا اون كونستاتاسيون اللي قاعدين يلاحظوا فيها الناس الكل، ما نعرفش اذا كان انتم بصفتكم من المجتمع المدني لاحظتوها والا لا، انه العدد نتاع الاطفال هذا في ازدياد. بشر العدد نتاعهم في ارتفاع، وعندك التقارير نتاع مندوبي حمايه الطفوله اللي يحكيوا على تشرد الاطفال والاهمال من طرف العائله، وزيد عليهم العدد نتاع الاشعارات اللي جاوا فيما يخص الاطفال في وضعيه التسول، يبين اللي تقريبا عندنا فيما يخص الاطفال التوانسه قرابه ال 1200 طفل اللي يقع على الاقل الاشعار بهم في مع مندوبي حمايه الطفوله. هذه الحاجه الموجوده احصائيا، لكن الواقع 100% أكثر من هكاك من الأطفال اللي موجودين في وضعية الشوارع، مع العلم أنه فما عدد متخالف ما بين الوضعيات اللي موجودين. فما الأطفال اللي موجودين على ظرفيا في الشوارع لكن ما قطعوش العلاقة والصلة مع المؤسسات التربوية ومع العائلة متاعهم، فما أطفال اللي قطعوا العلاقة مع المؤسسات التربوية لكن مازالوا عندهم علاقة مع العائلات نتاعهم، وفما مع سوء الحظ أطفال اللي قطعوا تماما الصلة مع العائلة ومع المؤسسات التربوية، وهما اللي أكثر هشاشة. خلف الأطفال التوانسة اللي لاحظوه الناس الكل، اللي عندنا زادة فئة واحدة أخرى من الأطفال المتواجدين توا في الشارع، من الأطفال المهاجرين والغير المصحوبين. اللي حسب الاحصائيات نتاع المؤسسات الدوليه اللي تقدم لهم الخدمات في تونس، تقريبا العام اللي فات 2022 وصلوا تقريبا 400 طفل موجود على التراب التونسي، واللي لاحظناه اللي النسق نتاع وصول الاطفال غير مصحوبين للتراب التونسي قاعد يرتفع شيئا فشيئا. واضح. دونك هذايا بالنسبه للكونستاتاسيون، بالنسبه للارقام بلوز موا اللي تمت الملاحظه نتاعو. نعرفوا اللي للاطفال حقوق، حقوق مضمونه دستوريا، نعرفوا اللي من حقه على عائلته، من حقه على الدوله انه تتم الرعايه نتاعو، صحيه، تعليم، اكل وشرب نتاعو، هذم الكل حقوق نورمالمون مضمونه دستوريا. ولكن كي نشوفوا الظاهره هذه ونشوفوا الاستغلال، كما قلت انت فما ساعه الاهمال، فما الاستغلال الاقتصادي زاد نوع من انواع اللي نجموا نشوفوهم والظواهر اللي نشوفوها في اطفال الشوارع. دونك اليوم قانونيا يعني بالنسبه لاي تونسي توا يسمع فينا ويقول باهي انا شفت هذا يا قدامي، قانونيا شنو هو اللي نجموا نعملوه؟ شنو هو اللي نجموا نتصرفوه في هذه الحالات سي معز؟ الحاجة الأولى اللي نحب نقولوها، اللي وقت اللي يوصل الطفل الموجود في وضعية الشارع هو متعرض لكل التهديدات اللي تنجموا تتصوروهم مع أبشع الظواهر اللي نجموا نتصوروها. خلف الاستغلال الاقتصادي هو الاستقطاب في الأعمال الإجرامي، الاستقطاب الإيديولوجي، العنف، السلوكات المدمنة اللي بشوي بشوي يستقطبوهم من الاول يوليو هما مدمنين ومن بعدكش يوليو مروجين ومن بعدكش يوليو اللي تنجم تتصور فيه من سلوكات محفوفه بالمخاطر، هما مهدين لها بما انهم ما عندهمش شكون اللي باش يحميهم ولا شكون اللي باش يرعاهم في الوضعيه نتاعهم. ولذا لازم نظره خاصه للاطفال هذوما، اولا للحد من العنف المسلط عليهم، ولكن كذلك من الحد من العنف اللي باش يولي ينبثق عندهم هما، خاطر كل الطفل اللي موجود في الوضعيه هذيك وفي وضعيه نتاع تهديد طور القصر باش يولي هو بيدو عنده سلوكات خطره وباش يشكل نوع من اشكال التهديد للمواطن التونسي. ولذا انا ديما نقول الوضعيه نتاع الاطفال هي والمسؤوليه هي مسؤوليه مجتمعيه، الناس الكل لازم تضافر الجهود. شنو هما الاليات؟ اولا هي اليه الاشعاق، انه حتى لو كنت اطفال في وضعيه نتاع التسول، راه ما يلزمش انت باش تحن وتعطف وتعطي على خاطر تولي انت حلقه من حلقات الاستغلال. اذا كان ما فماش شكون اللي يعطي، ما عادش باش تلقى شكون اللي باش يمد ويده. ولذا هذا ممكن يتصوروه اللي يسمعوا فينا حاجه صعيبه عليهم، لكن هذاك الجدوى الوحيد اللي باش تحد من الظاهره هذه، الامتناع
على العطاء، وبل بالعكس نسألوا علاش هو موجود في الوضعية هذيك، وين الودين نتاعو، وين علاه مش في المكتب، علاش مش في المدرسة، وتفتنوا وقت اللي تحاولوا باش تعملوا حوار مع هذاك اللي تفتن اللي صغير ماهوش وحده، يولي يخاف ويهرب، خاطر من بعيد فما شكون اللي قاعد يعز عليه وفما شكون اللي قاعد يستغل فيه. واضح. لكن اللي ريناه زاد منذ سنوات اللي ما عندناش آليات اللي تتماشى للحل للمشكل هذايا، ما يكفيش الإيواء نتاع الأطفال في المراكز نتاع الرعاية اللي طالت تابعة الشؤون الاجتماعية، لازم حل يكون شامل أكثر من هذاك، وهي اللي كان الموضوع نتاع الشراكة نتاعنا مع وزارة المرأة. فحسب المقاربة اللي احنا حطيناها والمشروع اللي احنا حطيناه، لازم مقاربة شاملة للأطفال اللي موجودين في الوضعية هذه. أولا إعادة التأهيل النفسي، لأنهم وصل في الوضعية هذيك اللي فما برشا عنف اللي صارت عليه، فما برشا معاناة اللي خليت الأثر نتاعها، وخليتك الصغيرات يعيشوا كل يوم بيومه، ما عادش يلوج على حاجة أخرى، يولش كيفاش باش يسلك أك النهار هذيك. إعادة التأهيل تمكن الصغير من إعادة اكتساب ثقة في النفس نتاعو، وينجم وقتها يخمم على شنو مشروع، شنو في الحياة نتاعو، شنو اللي يأمل باش يعمل غدوة وبعد غدوة وفي السنة القادمة وفي السنوات اللي من بعدكش. بعد إعادة التأهيل فما الدمج الاجتماعي والتوجيه للتكوين. قبل ما يمشي للتكوين لازم إعادة التمكين نتاعو في القراءة والكتابة. راهو الصغير اللي ينقطع مطولا على المؤسسة التربوية يفقد إمكانية القراءة والكتابة. دونك إعادة التأهيل نتاعو في القراءة والكتابة الحد الأدنى، الأدنى اللي باش يمكنوا من بعدكش باش يمشي للمؤسسات نتاع التربوي المهني. وإذا كان نقاو صغيرات فقدوا الربط العائلي، العمل على إعادة تكوين الربط العائلي سواء كان مع العائلة الأساسية أو العائلة المكبرة، وإذا كان مش حل من جهة هذيك فما الآلية اللي موجودة هي عائلة الإيواء نتاع الأطفال، لكن ما قعدش توقعش التركيز على هذايا. فمن اهتمامات المراكز هذوما هو تكوين عائلات نتاع الإيواء، ولكن مش تكوين برك، المصاحبة والمرافقة والتقييم على طول المدى، مش ما نخليوش العائلات بعد ما تعطيهم صغير اللي هو بيدو عنده مشاكل ما نخليهمش وحدهم، لازم المصاحبة بتاعهم والمرافقة بتاعهم باش يكون البرنامج ناجح على طول. هذايا الجمعية الإنسانية لدفاع حقوق الطفل ماهيش باش تنجم تقوم به وحدها، دونك فما شراكات اللي كوناها باش نجمنا نعملوا المشروع وندعموا. ديجا البارح امضاء شراكة كانت مع دولية كسيف ذا تشيلدرن، كالتونيستير دازيل، افوكا سون فرونتيير، ميتان دو مونت، ومع كذلك جمعيات تونسية محلية في مجال كل المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، باش ما نخليوش اوقات فراغ للصغيرات هذوما بعد اعادة التأهيل النفسي، ونشوفوا شنو الميولات نتاعهم، نعملوا لهم برشا بوكو داكتيفيتي اللي باش ينميوا القدرات نتاعهم ويحسنوا الميولات نتاعهم ويفركسوا بعيدهم على الموهبة نتاعهم، ثم يقع التوجيه للتكوين المهني وإعادة الدمج الاجتماعي. برنامج طموح واللي حصلنا عليه من طرف الدولة اللي كانت فرحانين برشا أنه الدمج باش يبدا من الأول، الصغيرات هذوما مش باش يمشيو في مراكز مخصصة اليوم هما وكأنهم على المجتمع، باش يقع الدمج داخل المركبات نتاع الطفولة اللي تابعة وزارة المرأة، وباش نبداو في برنامج نموذجي في ثلاثة مراكز اللي هي الحفصية الكرم وحي التضامن. ريتو اللي كيفاش المراكز هذوما الكل في أحياء اللي فيها كثافة سكنية وفيها برشا عائلات اللي ضعيفة الحال، باش يكون المعالجة عن قرب في وسط الأحياء اللي هما موجودين فيهم، وباش نبدأ الانطلاق باش نبدأ بتكوين المكونين ودعم الفريق اللي موجود في المراكز المندمجة هذوما بأخصائيين نفسيين وأخصائيين اجتماعيين ومربيين
الاجتماعيين اللي بشق كذلك التكوين نتاعهم، حتى نخفف عليهم الوطأة ونقدموا ونحسنوا الخدمات الموجودين حتى للأطفال اللي موجودين داخل المراكز الرعاية الطفولة اللي تابعها وزارة المرأة. واضح. دونك من الاشعار للدمج جوستومون ولا ادماج هذ الاطفال، نتمنوا انه جوستومون معناتها الحقوق نتاعهم تكون محفوظه كامله. ادلا معز نعرفش اذا كان حكيتوا مع وزاره وسلطه الاشراف بارابور لهذه الظاهره، ميزابار الادماج نتاعهم وهالاتفاقيات اللي قاعدين تمضيوا فيهم وتحاولوا انكم تمشيوا فيهم دو بلوز هو بلوز. البرنامج هذا ينبثق في اطار برنامج اكبر من هكايا، هي الاستراتيجيه الوطنيه للتصدي الى ظاهره الاطفال اللي موجودين في الشوارع، وحبينا البرنامج هذا باش تكون مقاربه عمليه باش في نفس الوقت اللي يقع بالورد الاستراتيجية الوطنية نبداو احنا ديجا نقدموا حلول ونقدموا بتقييم الحلول هذه باش نلصقوا اكثر ما يمكن لامكانية النجاح، وما نقعدوش كما العادة اللي نحطوا اليات وبعد ذلك تتبعوا الاليات اللي كفاشلة والا ناقصة وما فماش الدعم الكافي لازم في تكافئ الجهود ما بين المجتمع المدني التونسي وما بين المؤسسات نتاع الدولة وما بين الاطراف المانحه اللي باش تدعمنا مش ماليا فقط لكن بالتجارب وبالتكوين نتاع كل المتدخلين في المجال هذا. ان شاء الله بقدره ربي نقدروا نحسنوا الخدمات اللي متقدمه هذا، وانا طموح وطموح جدا اللي نتمناه انه باش نقدموا احسن الخدمات الممكنه لاضعف الاطفال اللي موجودين عندنا هنا في تونس. ان شاء الله ماكفيش الاطفال التونسي برك، لكن كذلك الاطفال المهاجرين والا اللي طالبين اللجوء والا كل الاطفال اللي ينجموا يعانيوا ولا ينجموا يكونوا في ايتا دو ديتريس دو بيزوان جوستومون. شكرا لك سيد معز الشريف رئيس الجمعيه التونسيه للدفاع عن حقوق الطفل، شكرا على قبولك الدعوه، وسيغتان باش نكونوا في متابعه هذه البرامج وخاصه التطبيق نتاعها وتفعيلها على ارض الواقع، وان شاء الله تكون بحذانا هوني مره جايه ونحكيوا باكثر تفاصيل في كل